كلمات الأغنية والمشاهد اللي موجودة فيها الحقيقة يعني الواحد لما يجي يقارن بالمشاهد اللي بيشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي ما ينفعش، ما فيش وجه مقارنة. مجتمعنا المصري الأصيل، حضارة 7000 سنة، الحضارة العريقة، الحضارة اللي تميزت بكل التقدم في مختلف المجالات العلمية والطبية وأيضا المجالات الاجتماعية والترفيهية والرياضية وخلافها، ما ينفعش إن احنا نلوث كل هذه الأمور بالممارسات الخاطئة اللي احنا بنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي. مجتمعنا المصري عريق رغم أنف الحاقدين ورغم أنف المتآمرين ورغم أنف هؤلاء الفشلة الذين يتصدرون المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي. فالقيم والركائز والعادات والتقاليد الأساسية التي يتصف بها المجتمع المصري خط أحمر مهما كان من يريد أن يعني يغتبها ومن يريد النيل منها. فإن شاء الله بإذن الرحمن هنقدر نواصل في تربية أبنائنا بكل قوة وبكل أخلاقيات يتميز بها هذا المجتمع المصري الأصيل. تعالوا نبدأ يومنا مشاهدينا الكرام كده ونطمن على حالة الطقس، ومعنا على الهاتف الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، تحياتي ليك يا فندم. صباح الخير على حضرتك أستاذ عاصم، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بيك يا فندم. طمنينا يا فندم، أخبار الطقس النهاردة السبت، أعتقد في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة شاهدناه النهاردة الصبح وإحنا رايحين أشغالنا. بالفعل، وطبعا وفقا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية في ساعات الليل المتأخر وساعات الفجر وحتى ساعات الصباح الباكر بنشهد سقوط أمطار متفاوت الشدة على أغلب المحافظات الشمالية. يمكن الأمطار كانت متوسطة إلى غزيرة ورعدية على البحيرة وصفر الشيخ والأسكندرية. أيضا الأمطار امتدت لبعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري زي البحيرة زي المنوفية والغربية والشرقية، امتدت لبعض المناطق كمان من القاهرة الكبرى. كانت أمطار ما بين الخفيفة، ممكن تكون زادت عن الخفيفة في بعض الأماكن، لكن مجمل الأمطار في المناطق الداخلية ما أثرش تماما على أعمال الأنشطة اليومية. تأثير الأمطار أكتر في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وخاصة في المحافظات اللي احنا ذكرناها. يمكن كمان تم تعطيل بعض أعمال الدراسة في محافظة الأسكندرية بسبب غزارة الأمطار اللي شهدناها على مدار الساعات الماضية. متوقع خلال الساعات القادمة استمرار فرص الأمطار على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، مرورا طبعا بمطروح والأسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. فرص الأمطار على المناطق دي هتكون أمطار متوسطة إلى خفيفة على فترات متقطعة من اليوم، هتكون أقل من اللي شهدناها خلال الساعات الماضية. أيضا المناطق الداخلية في فرص لسقوط الأمطار على محافظات جنوب الوجه البحري، فرص أمطار خفيفة، لكن فرص الأمطار على القاهرة الكبرى تلاشت خلال فترة الصباح مع تقدم ساعات النهار، تبدأ أيضا الفرصة تتلاشى تماما من على القاهرة الكبرى، مع طبعا استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار وخلال فترة الليل، خاصة مع وجود نشاط نسبي للرياح على أغلب مناطق الجمهورية. نشاط الرياح بيخليني أحس أكتر بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس. فترة النهار العظمى متوقعة على القاهرة الكبرى ما بين 18 ل 19 درجة مئوية، يعني طقس شتوي معتدل على أغلب المناطق الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده فترة النهار مع سطوع الشمس، لكن مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل يمكن كمان بتبدأ من ساعات المغرب بيحصل انخفاض درجات الحرارة، خاصة بقى في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر الأجواء بتكون باردة إلى شديدة البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية. متوقع خلال الأيام القادمة استمرار فرص الأمطار، لكن هتختلف من محافظة لمحافظة، تختلف من منطقة لمنطقة. غدا الأحد متوقع خلال فترة المساء تحديدا يكون في فرص أمطار متوسطة ورعدية على محافظة مطروح والصحراء الغربية بسبب منخفض جوي هيبدا يتحرك من الغرب للشرق. ففي ساعات الليل المتاخره يوم الاحد مع صباح يوم الاثنين هيكون كمان في امطار على كافه المناطق الساحليه، ممكن توصل الامطار لمحافظات جنوب الوجه البحري وقد تصل كمان للقاهره الكبرى. فاحنا مستمرين في التقلبات الجويه، يمكن تحديدا هنلاحظه اكثر صباح يوم الاثنين القادم ان شاء الله. مع يوم الثلاث هنبدا نحس بالتحسن في الاحوال الجويه، زياده فترات سطوع اشعه الشمس، هنبدا في استقرار نوعي او نسبي في الاحوال الجويه ان شاء الله من يوم الثلاث لنهايه الاسبوع. الله ينور يا دكتور، وبرضه حابين نطمن حركه الرياح اخبارها ايه والملاحه البحريه يا فندم، ايه اللي ممكن تنصحي بيه في هذا الامر؟ هو طبعا في نشاط نسبي للرياح في مناطق مختلفه من الجمهوريه. سرعات الرياح على سطح الارض او المناطق الداخليه بيكون ما بين ال 30 الى ال 40 كيلومتر على الساعه، بيخلينا نحس اكثر بانخفاض درجات الحراره. بالنسبه لارتفاع الامواج بيكون في ارتفاع امواج على مسطح البحر المتوسط، ارتفاع الامواج بيوصل من 2 ل 2.5 متر، ممكن يكون داخل عمق البحر المتوسط مضطرب، فناخد بالنا
بالنا من ارتفاع الامواج على مسطح البحر المتوسط، ويمكن كمان متوقع يكون في استمرار لارتفاع الامواج خاصه يوم الاثنين القادم على البحر المتوسط. البحر الاحمر معتدل، ارتفاع الامواج لا يتجاوز 1.5 متر، ونقدر نقول ان هو مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه. هنخلي بالنا الفتره اللي جايه بعد منتصف الاسبوع كمان من تكون الشبوره المائيه اللي ممكن تبقى كثيفه مع منتصف الاسبوع على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. هل فرص تساقط الامطار على بعض المناطق اللي حضرتك ذكرتيها من البلاد يا فندم نفس يعني درجه الامطار اللي احنا شفناها الفتره اللي فاتت اللي هي كانت غزيره شويه في بعض الاماكن؟ هو طبعا المحافظات الساحليه بالفعل الامطار عليها خلال الساعات الماضيه كانت امطار غزيره، نعم. وكانت امطار رعديه خاصه في محافظه الاسكندريه، ويمكن كمان زي ما قلنا تم تعطيل بعض اعمال الدراسه في محافظه الاسكندريه بسبب غزاره الامطار. صحيح. محافظه البحيره وكفر الشيخ برضو فيهم سقوط امطار متوسط لغزير. مع يوم الاثنين متوقع ان كميات الامطار بالفعل تكون اكثر من اللي شهدناها خلال الساعات الماضيه، هتكون على السواحل الشماليه، لكن المناطق الداخليه ان شاء الله فرص الامطار فيها مش هتبقى بالشكل الكبير. المناطق الداخلية يعني محافظات جنوب الوجه البحري القاهرة الكبرى الأمطار فيها من خفيفة المتوسطة، يعني بعض الأماكن ممكن تبقى خفيفة بعض الأماكن تبقى متوسطة، لكن طبعا مش هتكون زي بكميات الأمطار اللي بنشهدها على المناطق الساحلية. أهم النصائح والإرشادات لحضرتك ممكن تقدميها للمواطنين خاصة في هذه الظروف من الطقس المتقلب؟ طبعا النصيحة المهمة جدا ان احنا لازم نتابع النشرات الجوية، لان احنا في حالة تقلبات مستمرة ممكن يحصل تغيير دايما في التنبؤات، فمهم جدا دايما نتابع النشرة الجوية بصورة يومية. احنا الحمد لله بنحدث النشرات بتاعتنا بصورة يومية، وكمان في صفحة رسمية على الفيسبوك اسمها الهيئة العامة للأرصاد الجوية. صحيح. فيها متابعة مستمرة للحالة الجوية، دايما قبل ما نخرج من البيت نعرف الحالة الجوية ايه. انا شخصيا بتابعها كل يوم يعني ده شرف لينا طبعا، ما نتفاجئش باي ظروف جوية مختلفة كمان، يبقى دايما عارفين حاله الجو. كمان المحافظات المعنيه اكثر بسقوط الامطار خاصه المحافظات الساحليه مهم جدا مع سقوط الامطار نبتعد تماما عن اعمده الاناره واكشاك الكهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه، المباني المتهالكه، تكون القياده بهدوء تام مع سقوط الامطار لانها بتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه، وكمان ممكن تؤدي لا قدر الله لانزلاق العجلات على الطريق. وطبعا احنا في فصل الشتاء ملابس شتويه، فتره النهار فترات الليل تكون ملابس شتويه ثقيله. انا بحيي حضرتك جدا وبشكرك جدا يا دكتور، تحياتي ليك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه الحقيقه يعني على هذا الشرح المفصل على حاله الطقس خلال هذا الاسبوع وتحديدا منذ اليوم اللي بيشهد بعض الامطار الخفيفه على عدد من المناطق ذكرتها الدكتوره منار، واكدت في يعني مداخلتها معانا ان الطقس المتقلب هيبدا في التحسن ان شاء الله منذ يوم الثلاثاء مع سقوط الامطار على مختلف المناطق الساحليه وشمال البلاد. عشان كده بنحيط علم حضراتكم يا ريت ان احنا ناخذ الحيطه والحذر اثناء القياده كمان في هذه الفترات وتحديدا على الطرق السريعه سواء الطرق الزراعيه او الطرق الساحليه تجنبا لا قدر الله الوقوع في مشاكل جراء سقوط الامطار والقياده تحت هذه الامطار. مهم كمان قبل ما اتحرك بعربيتي وانا بسوق في هذا الطقس المتقلب اتاكد من الاطارات بتاعه الكاوتش بتاعتي، اتاكد من الزيت بتاع العربيه، اتاكد من الميه اللي موجوده في الرادياتير وميه اربه المساحات، لان لا سمح الله لا قدر الله اي خلل في هذه الامور ممكن يعرض العربيه وحياتك للخطر لا سمح الله، وربنا يحافظ على حضراتكم جميعا. الاهم طبعا من كل ده القياده بسرعات خفيفه وتهدئه السرعه قدر الامكان في حال سقوط الامطار او في حال الشبوره المائيه تجنبا لا قدر الله للحوادث في هذه التوقيتات. مهم كمان واحنا سايقين نهوي جزء شويه كده من ازاز العربيه حتى لا تتكون الشبوره المائيه على الزجاج فتنعدم الرؤيه امام السائق فما يعرفش بعد كده يواصل القياده بكل سهوله وامان، وربنا يحافظ على حضراتكم جميعا مشاهدينا الكرام. تعالوا كده نبدأ يومنا بمعلومة طبية مفيدة. معلومتنا النهاردة عن الزعفران، حيث يعتبر الزعفران من أغلى النباتات في العالم، وده طبعا لأن طريقة جمعه بتحتاج أيدي عاملة كثيرة جدا، وده في الأصل بيرجع لفوائده الكتيرة وقيمته الغذائية والعلاجية العالية جدا. الأبحاث بقى أظهرت أن الزعفران غني بمضادات الأكسدة وأشهرهم المادة النشيطة التي تسمى بالسفرانال، واللي بتدي الزعفران ريحته ونكهته المميزة، واللي بتخلي الزعفران ليه دور قوي في مجال مكافحة السرطانات، وكمان تشتغل على قتل أنواع معينة من الخلايا السرطانية مثل خلايا سرطان الدم وسرطان الجلد وسرطانات الليمفاوية.
بيساهم أيضا الزعفران في تحسين المزاج والأبحاث. وأيضا كل هذه الأمور بتشير إلى أن وجود الزعفران في تركيب بعض الأدوية الموصوفة لعلاج الاكتئاب بيعالج أعراض الاكتئاب البسيط وللمتوسط، ومحتوى من البوتاسيوم بيساعد على تحسين النوم وعلاج الأرق عند الإنسان. كمان بيساهم الزعفران في تخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض وألمها وعلاج اضطرابات الدورة الشهرية، وممكن يساعد في تعزيز الصحة الجنسية. كمان بيكون له دور كبير جدا في كبت الشهية وفقدان الوزن، لأن حسب الأبحاث فهو بيمنعك من أنك تاكل سناكس كثيرة جدا طوال اليوم عن طريق كبح الشهية، وأنه بيعلي من مزاجك. غير كده فالزعفران سهل نحطه على الأكل عشان نستفيد بكل فوائده، وفي نفس الوقت بيدي للأكل نكهة جميلة جدا وريحة مميزة جدا ولون طبيعي. كمان بيساعد الزعفران على التقليل من مخاطر أمراض القلب عن طريق تقليل الكوليسترول ومنع تصلب الشرايين والأوردة، وممكن يلعب دور في التقليل من مستوى السكر في الدم. الزعفران ممكن يكون علاج قوي جدا لفقدان البصر واللي بيحصل بسبب تقدم العمر، وممكن يكون له دور في الوقاية من الضمور البقعي المرتبط بالتقدم والتهاب الشبكية الخاصة بتقدم العمر. كمان له دور في تحسين الذاكرة وتحسين الإدراك خاصة في الألزهايمر عند الناس الكبيرة في السن. أعتقد يعني بعد كل هذه القيمة الجميلة جدا الموجودة في الزعفران لازم نستخدمه في أكلنا وفي حياتنا اليومية لما له من قيمة صحية قوية جدا في مختلف الأمور. تعالوا مع بعض ناخد جولة كده حدث في مثل هذا اليوم 14 يناير. خلينا أقول لحضراتكم من أبرز الأحداث في هذا اليوم. عام 1794 14 يناير الجراح الأمريكي جيزي بينت يجري أول عملية خاصة بالولادة القيصرية في أمريكا، وهذه العملية نجحت بقوة. أيضا من أبرز المواليد في مثل هذا اليوم 14 يناير، ففي عام 1944 مولد الفنان القدير محمد نجم. الفنان محمد نجم هو أحد نجوم الكوميديا، حيث بدأ التمثيل في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة جدا في السينما والتلفزيون، وابتعد عن السينما والتلفزيون منذ أن أسس مسرحه الخاص والذي حمل اسمه مسرح محمد نجم، واتجه إلى المسرح الكوميدي، وأصبح علامة بارزة في الكوميديا وحقق من خلاله نجاحات باهرة. ومن أبرز أدواره دوره في مسرحية عيش المجانين بجملة شفيق يا راجل، والسينما أيضا قدم من خلالها مولد يا دنيا وحكايتي مع الزمان. وفي 14 يناير عام 1947 مولد الفنان القدير صبري عبد المنعم، والذي برع في الثمانينيات من خلال عمله المكثف في الدراما التلفزيونية حتى الآن. ومن أشهر أعماله التلفزيونية الشهد والدموع، أبواب المدينة، رأفت الهجان، حديث الصباح والمساء، سوق العصر، أوبرا عايدة. ويعد أيضا صبر عبد المنعم من الممثلين الأكثر مشاركة في تاريخ المسرح والسينما والتلفزيون العربي بحصيلة تجاوزت 500 عمل فنيا. تعالوا أيضا مشاهدينا كده ناخد جولة سريعة في أهم الأخبار صدرت الصحف هذا اليوم. وأول خبر معنا مشاهدينا بعنوان الرئيس السيسي يتفقد تطوير المقطم ويشدد على إقامة أنشطة استثمارية وتوفر فرص عمل كثيرة. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أعمال التطوير الشاملة لهضبة المقطم، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي شدد على إقامة أنشطة استثمارية جديدة توفر فرص عمل لأكبر عدد من الشباب، بما في ذلك أعمال إقامة محاور وطرق إضافية وإنشاء حوائط داعمة للهضبة حفاظا على أمن المواطنين. نروح لخبر آخر مشاهدينا. اليوم بداية انطلاق امتحانات الترم الأول لأولى وتانية ثانوي. انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام، حيث تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام بداية من اليوم السبت 14 يناير الجاري، حيث أيضا تعقد إلكترونيا باستخدام أجهزة التابلت وورقيا بالنسبة للأسئلة المقالية. وتعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك، حيث يتم تسليم الطالب ورقة مفاهيم مع عدم السماح بالدخول بالكتاب أو الملزمة الخاصة به. وقد تم اختبار شبكات المدارس، حيث عقدت خلال الفترة الماضية اختبارات تجريبية لاختبار الشبكات، كما تم رفع الأسئلة على منصة الاختبارات.
كل التوفيق يا رب العالمين لأبنائنا الطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية المختلفة، سواء أبنائنا اللي في ابتدائي وإعدادي اللي بيكملوا الامتحانات بتاعتهم حتى الآن، وأيضا أبنائنا اللي في الثانوي العام أولى وثانية ثانوي تحديدا اللي هم بدأ امتحاناتهم النهاردة. وخبر آخر في جولتنا الإخبارية، أكثر من 20,000 وحدة وتفاصيل وأسعار وحدات الإسكان الجديدة المقرر طرحها الأحد. قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان أن طرح الإسكان لوحدات سكنية جديدة غدا الأحد تعد من أكبر طرح للوزارة في 2023، وبحوالي 20,044 وحدة سكنية من مشروعات جنة ودار مصر وسكن مصر. ولفت المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى الأسعار ليست بعيدة عن الأسعار التي تم طرحها باستمرار في السابق، وكراسات الشروط على مواقع التعمير والإسكان متاحة لمدة شهر من 16 يناير إلى 16 فبراير، بما وبهما تفاصيل الأسعار، حيث في جنة يعني مشروع جنة 11,000 جنيه للمترو في الشيخ زايد وهي أعلى سعر، ودار مصر من 5,000 ل7,000 للمتر، ويختلف طبعا هذا السعر من مدينة لأخرى. ومن الإسكان نروح للزراعة وزراعة جنوب سيناء، متابعة لأهم الخدمات والأنشطة بالقطاع في مدن المحافظة. قام الدكتور محمد شطة مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء قام أمس بتفقد الزراعات المنتجة للخضروات والفاكهة بمدينة طور سيناء وعنبر الدواجن التابع للمديرية الزراعية، لعمل على توفير دواجن بأسعار مناسبة لأهالي سيناء ومواطنيها. وأشار الدكتور شطة أثناء جولته بمزرعة البساتين أنه سيتم العمل على توفير المزيد من المنتجات المختلفة لطرحها للمواطنين بأعلى جودة وبأسعار مناسبة للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين. ومبادرة إحلال السيارات، سلمنا أكثر من 25,000 سيارة ونضم 5 محافظات جديدة بالمبادرة. قال الدكتور مجاهد حسني المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، قال أن المبادرة نجحت في تسليم أكثر من 25,000 سيارة للمواطنين على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية. وأضاف أن الدولة المصرية تتجه بشكل كبير إلى صناعة السيارات الكهربائية وتحويل السيارات للغاز الطبيعي كونه طاقة نظيفة تحافظ على البيئة. وأشار إلى أن المبادرة تعمل في 7 محافظات في الوقت الحالي، ويتقدم لها مواطنون كثيرون للحصول على سيارات، مؤكدا أن المبادرة فتحت فرص كبيرة للمواطنين لتبديل سياراتهم، وتم الإعلان أيضا مسبقا عن ضم 5 محافظات جديدة خلال الفترة الراهنة. دي كانت جولتنا السريعة مشاهدينا الكرام في أهم الأخبار صدرت الصحف هذا اليوم، ودلوقتي جه ميعادنا في جولة لأخبار الرياضة. نبدأ مشاهدينا الكرام جولتنا الرياضية بأربعة مباريات مثيرة تنتظر الزمالك حتى نهاية يناير. البداية مع بيراميدز بالكأس، حيث يستعد الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا لخوض تحدي جديد في بطولة كأس مصر أمام بيراميدز، بعدما أغلق صفحة مباراة الاتحاد السكندري والتي أقيمت باستاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسة الجولة 13 لمسابقة الدوري المصري وانتهت بالتعادل السلبي. مزيد من التوفيق إن شاء الله لكل الفرق المشاركة في الدوري المصري. هي الدوري هذا العام جميل جدا ورائع جدا، وفي منافسات قوية ما بين كل الفرق، ما تقدرش تحكم على فريق أو اتنين أو تلاتة، بالعكس فرق كتيرة جدا متميزة، وصعب جدا تحدد حتى نهاية يعني الدوري هذا الموسم مين ممكن يكون مركز أول أو تاني أو تالت أو رابع، فكل الفرق تتنافس بقوة على المراكز المتعددة بالدوري المصري الممتاز حاليا. وأسوان يخطف التعادل من حرس الحدود بهدف لكل فريق. خطف فريق أسوان نقطة من أنياب فريق حرس الحدود بعدما تعادل الفريقين 1-1 في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن مباراة الجولة 13 من عمر الدوري والمقامة باستاد أسوان، حيث أحرز هدف حرس الحدود مصطفى جمال في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، وتعادل محمد ناجي لأسوان في الدقيقة 91 من عمر المباراة. ومنتخب اليد يهزم كرواتيا 31-22 بضربة البداية في بطولة العالم.
حيث فاز منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد على نظيره كرواتيا بنتيجة 31-22 في أول مشوار بطولة العالم المقام بالسويد وبولندا، حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة 16-22 لصالح الفراعنة وسط تألق ملحوظ لحارس المرمى كريم هنداوي واللاعبين أحمد هشام ومحمد سند وعلي زين ومهاب سعيد. ما شاء الله، مزيد من التوفيق لمنتخبنا الوطني لكرة اليد في هذه البطولة، وإن شاء الله يرجعوا لنا بكأس العالم لكرة اليد. ليه لا؟ إن شاء الله بإذن الرحمن ربنا يوفقنا جميعا في مختلف المجالات إن شاء الله بمصرنا الحبيبة. والمقاولون العرب يسجل مشاركة أصغر لاعب في الدوري أمام الإسماعيلي، حيث سجل نادي المقاولون العرب رقما مميزا في الدوري هذا الموسم بعدما دفع شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي باللاعب محمد عبد الناصر مواليد 2006 كأصغر لاعب في الدوري المصري الممتاز 2022-2023 أمام الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية اليوم. ودفع شوق غريب باللاعب الصاعد والذي يبلغ من العمر 16 سنة وأربعة أشهر وثمان أيام خلال مباراة المقاولين والإسماعيلي والتي حسمها ذئاب الجبل لصالحه 3-1. دي كانت مشاهدينا جولتنا في الأخبار الرياضية النهاردة وخلال هذه الفترة. تعالوا مع بعض ناخد أيضا جولة عالمية وخاصة في أخبار الزراعة. نبدأ جولتنا العالمية من الهند، وحيث تحفز الطلب على الهيدروجين والأمونيا الخضراء بأكثر من 2 مليار دولار تقريبا. أكدت الحكومة الهندية أنها حددت أهدافا لاستهلاك الهيدروجين والأمونيا الخضراء لبعض الصناعات، وذلك لخلق الطلب عليها، حيث وافقت الحكومة الهندية على خطة حوافز بقيمة 2.15 مليار دولار، وذلك للترويج الهيدروجيني الأخضر في محاولة لخفض الانبعاثات لتصبح مصدرا رئيسيا في هذا المجال بهدف تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2070. كما أكدت الحكومة أيضا أنه لتحقيق هدف صفر انبعاثات الكربون ستحتاج إلى بذل الكثير من الجهد المتكامل بين كل وزارة من وزارتها، وسيكون لكل منها هدف محدد للمساهمة في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2070. ولدعم صادرات الحبوب مشروع لوجستي على الأبواب بين غانا وأوكرانيا، ناقش وزير الغذاء والسياسة الزراعية الأوكراني ووزير الأغذية والزراعة الغاني ناقش الاثنين خطوات لتوسيع التعاون الزراعي والعلاقات التجارية، حيث تخطط أوكرانيا لحماية محصولها الزراعي الكبير الذي قد يتعرض للفساد مع تضييق الخناق من قبل روسيا على صادراتها ووسط تراجع قدراتها التخزينية لتنفيذ مشاريع لوجستية جديدة مما يساعد على زيادة الصادرات الزراعية من أوكرانيا. فقد قام الطرفين بمناقشة مشروع مشترك محتملا بين غانا وأوكرانيا يتمثل في مركز لوجستي سيكون قادر على تخزين المنتجات الغذائية بما في ذلك الحبوب التي سوف تساعد الكثير على استقرار أسعار المواد الغذائية حول العالم. وأيضا حيث تعد دولة غانا هي الدولة الثالثة التي يزورها وفد من وزارة الأغذية والزراعة والسياسة الزراعية الأوكرانية كجزء من رحلتها الرسمية إلى الدول الإفريقية، حيث أعربت كل دولة على رغبتها في استضافة مركز لوجستي لتخزين صادرات الحبوب الأوكرانية، حيث قام الوفد في وقت سابق بزيارة دولتي السنغال ونيجيريا اللتين أعرب أيضا عن اهتمامها بإقامة مثل هذه المحاور على أراضيهم. والطقس المتقلب يهدد محاصيل الحبوب في الاتحاد الأوروبي، حيث أبدى محللون بشؤون الطقس قلقهم الشديد بشأن الطقس الدافئ غير المعتاد في أوروبا والذي قد يؤدي لخروج محاصيل الحبوب في سكون الشتاء، ويثير بدور مخاوف من أن يدفع انخفاضا لاحقا في درجات الحرارة إلى إتلاف الحقول التي سجلت أداء جيدا بشكل عام. وسجلت أيضا أجزاء من القارات الأوروبية منذ أواخر ديسمبر الماضي وحتى الآن ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة. كما نوهت إحدى الشركات الاستشارية الكبرى أن الطقس المعتدل الأخير قلل من الصلابة التي اكتسبتها المحاصيل خلال فترة الشتاء في منتصف ديسمبر الماضي، مما يستدعي القلق بشأن إلحاق ظروف الطقس غير المواتية بالضرر بالمحاصيل الشتوية هذا الموسم.
دي كانت جولتنا العالمية مشاهدينا الكرام النهاردة. إن شاء الله برضو ما عندنا مجموعة من الفقرات الحوارية نتمنى يا رب أنها تنال إعجاب حضرتكم. فقرة أولى نتكلم فيها بعنوان الامتداد العمراني وتأثيره على الرقعة الزراعية. ضفنا فيها الدكتور سامح قطب أستاذ مساعد بقسم الأراضي والمياه بالمركز القومي للبحوث الزراعية وعضو مجلس بحوث الزراعة والغذاء والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية. فقرة تانية إن شاء الله عندنا نتكلم فيها عن قيمة فلوسك هل بتقل وأفضل الطرق للاستثمار للأموال في عام 2023. إن شاء الله تفاصيل في غاية الأهمية نشرحها بكل سهولة كالمعتاد مع ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور أحمد هارون الخبير الاقتصادي. ده مضمون فقرات برنامجنا الحواريه لهذا اليوم مشاهدينا الكرام، نتمنى يا رب انها تنال اعجاب حضراتكم. ويا ريت اي استفسار او اي موضوع تقترحوه تتواصلوا عبر صفحه البرنامج على الفيسبوك برنامج نهار جديد، واحنا على كل رحب وسعه صدر اي مقترح يضيف للمشاهد الكريم ان شاء الله يكون داخل مائده الحوار ببرنامجنا. نستاذنكم نروح فاصل سريع نلقاكم مجددا مشاهدينا بعد هذا الفاصل مع اولى فقرات برنامجنا الحواريه لهذا اليوم من نهار جديد، انتظرونا. من منطلق المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تواصل الوزارة فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% حتى نهاية الشهر الجاري. الأسعار بره بتخلينا ندور على المبادرة، نشتري من المبادرة. احنا نتمنى الأسعار تبقى في كل حتة أسعار واحدة، وهو رئيس عايز كده اساسا. وزاره الداخليه قايمه بمجهود كبير يعني جبار، يعني دي حاجات يعني خارج اختصاصها، لكن هي بتحاول انها تقف ضد الناس اللي بتلعبوا بالسوق بالاسعار. لا دي حاجه كويسه جدا واحنا بنشجعهم على حاجه زي كده لان احنا المستفيدين في حاجه زي كده. كل السلع متوفره، زيت وسكر ورز وكل حاجه، واسعار كويسه جدا، اتمنى تكون موجوده في كل حته مش بس في السوبر ماركت. رئيس ربنا يبارك له، عامل كل حاجه حلوه وكل حاجه موجوده، مفيش حاجه ناقصه. تشهد هذه المرحلة من المبادرة مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية من خلال 1056 فرعا لها على مستوى الجمهورية، تتوفر فيها كافة أنواع السلع بجودة عالية وبالتخفيضات المعلن عنها، حيث يقبل المواطنون على الشراء مستفيدين من تخفيضات المبادرة لتلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة. عندنا كل السلع الأساسية بكميات كبيرة ومتوفرة، كلها كل الكميات من الشاي والرز والسكر والمكرونة بتخفيضات كبيرة جدا. طبعا مبادرة زي دي بتبين ان قد ايه الرئيس بيحس بينا وقد ايه ان هو واقف مع الشعب بتاعه وقد ايه ان هو بيحس بالمواطن وبيوفر له على قدر الامكان على قدر المستطاع المنتجات الاستراتيجية زي الزيت والسكر والرز. بنشكر السيد الرئيس ووزارة الداخلية ان هي بتشرف على المبادرة دي، واحنا بنشكر السيد الرئيس على الاسعار الجميلة اللي هو مقدمها لنا، ومصر بخير الحمد لله. إلى جانب السلاسل التجارية أقامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع كبار التجار عددا من الشوادر بالميادين الرئيسية لعرض السلع المتنوعة في إطار المبادرة بالتخفيضات المعلن عنها. وتشارك منظومة أمان في مبادرة كلنا واحد بتخفيضات كبيرة على السلع المعروضة في منافذها الثابتة والمتحركة والتي يصل عددها إلى 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية، موضحة جميعها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد ونبقى جنبك للنهاية. منظومة أمان تقوم بطرح كميات إضافية من السلع عبر منافذها المتحركة المنتشرة بالشوارع والميادين بتخفيضات كبيرة أشاد بها المواطنون على مستوى الجمهورية. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة. حاجة دي إنجاز عظيم للرئيس يعني حسب لي. الرز المدعم ب 13 جنيه في مبادرة الرئيس، ربنا يخليك لنا يا ريس. يعني الرز ده بره ب 20 جنيه و 18 جنيه، كل يعني الداخلية تساهم وتنزله 13 جنيه، حاجة يعني في رز ب 13 جنيه كلنا واحد،
مبادرة كلنا واحد. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وربنا يعينه معانا. وشكرا لدعمك معانا واللي انت حاسس بينا وربنا يخليك لمصر. تستمر مبادرة كلنا واحد في أداء دورها الاجتماعي في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة في كافة السلاسل والمنافذ المشاركة فيها على مستوى الجمهورية. كلنا واحد مبادرة إنسانية واجتماعية تحرص وزارة الداخلية في كافة مراحلها على أن تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة من أجل دعم ومساندة الأسر المصرية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.